بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. لا زال حديثنا عن الفنتريكولار سيستم. ده صورة للبرين بيتخيل فيه وضع الفنتريكلز الموجودة فيه. عندنا اثنين لاترال فنتركل، واحد في الرايت سيريبرا هيمسفير والثاني في الليفت سيريبرا هيمسفير. الاثنين دول بيجمعوا في الانتر فنتركولار فورامين علشان خاطر صب السي اس اف بتاعه في السيرد فنتركل. ثم السيرد فنتركل موجود في الضاين كفلو، اما الفورس فنتركل فموجود بين البونز والاوبن مدلب لونجاتا والسيربلم. كده كورونال سيكشن، يعني منظر امامي خلفي بيظهر فيه الاربعه فنتركلز، ادي اللاترال وادي السيرد وادي الفورس فنتركل. وحديثنا اليوم ان شاء الله عن سيرد فنتركل اللي هو موجود بين التو ثالاماي. هذا السيرد فنتركل عامل كونكشن سوبيريور مع اللاترال فنتركلز بواسطه انتر فنتركولار فورامين، وعامل كونكشن تحت مع الفورس فنتركل بواسطه سيريبرال اكويدكت اوف ذا ميد برين. يبقى هو عامل كونكشن فوق مع التو لاترال فنتركلز بانتر فنتركولار فورامين اوف مونورو، مونورو ده اللي اكتشف هذه الفورامين، وتحت عامل كونكشن مع الفورس فنتركل بسيريبرال اكويدكت اوف سيلفيوس، وسيلفيوس ده هو اللي اكتشف هذه الفورامين. ادي السيرد فنتركل، وعباره عن الكافيتي اوف ذا داين كيفالون، شكله سليت لايك كافيتي في الميديان بلين بتوين تو ثالاماي. الكونكشن زي ما قلنا مع اللاترال فنتركل باي انتر فنتركولار فورامين مع الفورس فنتركل باي سيريبرال ايبودكت اوف ذا ميد برين. الباوندرز اوف ذا لاترال فنتركلز ليه انتيريور وليه بوستيريور وليه روف وليه فلور وليه لاترال لكن ملوش ميديان. ليه ملوش ميديان؟ اللي هو سنجل موجود بين التو سلاماي، بين الرايت سلامس وبين الليفت سلامس. بدانا بالانتير وول اوف ذا سيرد فنتركل، واحد لامينا ترمينالس، يبقى رقم واحد لامينا ترمينالس. ثم انتيرو كوميشن، يبقى الانتير وول حاجتين، واحد لامينا ترمينالس and anterior commissure. طب البوستير وول، واحد بوستيرو كوميشر، اثنين باينيال بادي او باينيال جلاند، ثم فيها ابنولار كوميشر. يبقى الانتير وول لامينا ترمينالز انتيرو كوميشر، البوستير وول بوستيرو كوميشر، باينيال بادي او جلاند ابنولار كوميشر. والمنظر انت شايفه ده كده منظر جانبي لنصف المخ، نص المخ اللي هو ناحيه الشمال انت شايفه دلوقتي، اليمين شايله عشان تقدر تشول النص الشمال. الروف اوف ذا سيرد فنتركل عباره عن بادي اوف ذا فورنكس، احد الكوميشن الاسوشن فايبر، بادي اوف ذا فورنكس، ثم تيلا كورويدا اند كورويدا بلكسس. يبقى الروف بوت اوف ذا فورنكس تيلا كورويدا اند كورويد بلكسس. ده كده الباوندريز. يبقى من قدام لامينا ترمينالز انتيرو كوميشر، من ورا بوستيرو كوميشر، باينيال بادي او جنال ابنولار كوميشر، من فوق بادي اوف ذا فورنكس تيلا كورويدا اند كورويد بلكسس. ادي الباوندريز. الانتيرو وول زي ما قلنا لامينا ترمينالز انتيرو كوميشر، من ورا بوستيرو كوميشر، باينيال جلاند او بادي ابنولار كوميشر، من فوق بادي اوف ذا فورنكس، ثم تيلا كورويدا. يعني ايه تيلا كورويدا؟ تيلا كورويدا دي عباره عن دبل لاير اوف ذا بيا مطر انفاجينيتد باي كورويد بلكسس. الوضع الاتي، ادي شكل التيلا كورويدا، ادي ثانيه، ادي البيا مطر اهي عمل الدبل لاير، ثم حصل انفاجينيشن ليها بالكورويد بلكسس. اول ما البيا مطر
تعمل دبل لاير في الحالة دي يعني اسمها تيلا كورويدا. ثم دخلت الكورويدا بلكسس اللي هي مسؤولة عن السكريشن اوف ذا سي اس اف بواسطة برانش من البوستيرو سيريبرال ارتي اسمه كورويدا البرانش اوف ذا بوستيرور سيريبرال ارتي. لاترال وول اوف ذا ثيرد فنتركل وده كان عبارة عن الاتي فروم اباف داون وورد سالاموس ثم هايبوثالاموس. سالاموس هايبوثالاموس بين السالاموس وبين الهايبوثالاموس هايبوثالاميك سالكس. ثم على الانتيرور ليها موجوده انتر فنتريكولار فورامين اوف مونورو اللي هو توصله مع اللاترال فنتركل يا بيه ده اللاترال فنتركل ده كده سيبتم بليستم اللي يفصل اللاترال فنتركل اليمين عن الشمال يبقى انتر فنتريكولار فورامين ديا اللي هي توصله مع اللاترال فنتركل. ثم ظهر على هذا اللاترال وول انتر سلامك اديجن هذا الاديجن هيوصل الرايت سالاموس مع الليفت سالاموس يعني هيعدي عبر الكافيتي اوف ذا ثيرد فنتركل. يبقى اللاترال وول واحد سالاموس اثنين هايبو سالاموس بينهم هايبو سلامك سالكس ثم انتر فنتركولار فورامين اوف مونورو ده انتر سلامك اديجن اللي هو يوصل الرايت سالاموس مع ليفت سالاموس. ادي الابر بارت من السالاموس الميدل بارت هايبو سلامك سالكس من تحت هايبو سالاموس من قدام انتر فنتركولار فورامين اوف مونورو ثم ظهر انتر سلامك اديجن هيعمل اكروس ذا كافيتي اوف ذا ثيرد فنتركل عندك اونلي ثيرد فنتركل هيوصل التو سلاماي مع بعض. الفلور وركز معايا في الفلور من الانتيرور الى البوستيرور واحد اوبتيك كلاسما اثنين انفوندبولا ثلاثه تيوبر سينيريوم اربعه ماميلاري بودي خمسه بوستيرو برفوريتنج سبستنس. قالوهم تاني بالراحه اوبتيك كلاسما انفوندبولا تيوبر سينيريوم ماميلاري بودي بوستيرو برفوريتد سبستنس اوبتيك كلاسما انفوندبول تيوبر سينيريا ماميلاري بادي بوستير برفوريتد سبستنس كلهم دول هي ده الهايبو سالاموس. هم دول الخمسه دول ما ده هايبو سالاموس ادي الهايبو سالاموس. ثم ظهر بعد منهم تجمنتم اوف ذا ميد برين تجمنتم اوف ذا ميد برين واخيرا سيريبرال اكويدكت اوف ذا سيلفيوس وده الفلور اوف ذا ثيرد فنتركل اوبتيك كلاسما انفوندبولا تيوبر سينيريوم ماميلاري بادي بوستير برفوريت سابسس دول هايبو سالاموس. ثم تجمنتم اوف ذا ميد برين سيريبرال اكويدكت اوف ذا ميد برين وده كده عمل الفلور اوف ذا ثيرد فنتركل. لما مشينا مع الثيرد فنتركل يا جماعه ما لقيناش ماشي كله ستريت ده فجاه ظهر له جيوب جيب اول جيب ظهرت رقم واحد اوبتيك او سوبر اوبتيك ريسيس ودي موجوده فوق الاوبتيك يازما اوبتيك او سوبر اوبتيك ريسيس ودي موجوده فوق الاوبتيك يازما. ثم ظهر رقم اثنين انفوندبولار ريسيس وده فوق الانفوندبولار. ثم ظهر رقم ثلاثه باينيال ريسيس وده فوق الباينيال ستوك اللي هي بتاعه الباينيال جلاند. ثم صار فيها صبرة بينية الريسس يبقى هذه التجاويف اللي ظهرت مع الوول انت قادر لاترال السيرد فنتركل امشي معاه ظهر واحد اوبتيك ريسس وده فول اوبتيك ياسما انفوندبولار ريسس فول انفوندبولا بينية الريسس فول بينية الستوك اوف ذا بينية الجلاند ثم صبرة بينية الريسس وده كده عبارة عن التجويف بتاعة الثيرد فنتركل. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.